كنت صغير طبعا 12 سنة كانت الدواسات تبقى عالية عشان أشوفه عشان الحك. لو مش عشان كده ما كنتش اشتغلت. كان الشغلة أبوي دي وعلمنا أبوي لحد طبعا لما بقيت لحد 72 سنة بنعمل يعني السدوة حبر وبنعمل سدوة سودة. الحبر البنويشي اللي فيها زيق من هنا ومن هنا. الحبرة بتاخدها العروسة، واحدة عروسة اتجوزت عاوز تروح بيت أبوها بتاخد حبر تطلع بيه، لكن الصفرخة السودة بتبقى سودة خالص. والسودة طبعا لما أخذها بتاخدها المرأة الكبيرة اللي بتطلع الجنازة بتلبسها. في بنات يعني لما أخذ دي مثلا اللي بتاعت 15-16 سنة بتطلع بحبر من قبل ما تتجوز عادي، ليه واخدة على الطقس القديم بتاع أمها وبتاع بتها كله يعني. في واحدة مدرسة بعد ما تطلع من المدرسة بتلبسها. كان شغالين العيال معي ولدين كان شغالين معاي ما لقوش فيها فايدة وما يسابوها. أنا اشتغلت لحالي ما لما أخذ الحتة النهاردة بتتباع بكام؟ ب400 جنيه حرير ودوير وسدر يعني كذا حاجة فيها وحباكة يعني ما تشوف همها ما تطلعش تطلع لها شي 50 جنيه. طبعا لما أخذ العيل النهاردة بيطلع لما أخذ القلوة 100 جنيه ولا 150 أحسن كده ولا أحسن يشتغل في البورة؟ بتاع 3-4 سنين 5 سنين الشغلة بتاعتنا ضعفت. هي ضعفت ما فيش طلب كتير. ليه؟ بقت يعني واحدة تجيب التواب السودة دي بيعملوها ايه حبر وفرخه وبيحطوه على راسه. بقت الطلب بتاعها قليل. كان الحريم بتلبسها كتير دلوقتي ما فيش زي الاول. اللي بصنعها انا احسن من القماشه يعني تلبسها ليها قيمه. القماشه بتاعت التواب دي بتبقى مدلدله فتلتها رفيعه، لكن دي مثلا من الشغل بتاعنا بيبقى جامده. المكن ما ينفعش في الشغل بتاعنا بيقطع. كان زمان كان الواحد يشتغل ما كانش يهين عليه ياكل يروح ياكل. كنا نودي يعني في اي بلد تاخد. دلوقتي ما فيش. أنا من الساعة 11 بمشي من هنا وباجي الساعة 7 هنا أشتغل لي شوية وأمشي، لكن لو في إنتاج ما أسبهاش. كان في بتاع 60 نول في سنة هنا. لما هني مثلا لما أخذ اللي مات مات واللي قعد قعد وبعد كده اللي قعد بطلوا بطلها. أها الشغلة كلها ما فيش اللحن اللي قاعدين فيه.